فيها 5 موظفين، لو واخد بالك، لو الشركة فيها 1000 موظف اللي كلهم بيطبقوا عليهم نفس القاعدة، بنحسب مرتبات الموظفين كلها في ثانية. ما احنا كده عملنا كشف مرتبات، بعد كده بقى بننسق الكشف ده، بنعمل مثلا الصف اللي فوق ده بلون مميز، كده بنعمل مش عارف الأسامي الأشخاص دي مثلا مجازا بلون تاني كده، بنعمل أسامي الحاجات ديت هنا اللي هي فيها اختلافات ديت بنعملها بلون تالت كده، وهنا ده بلون كذا، تمام. ولنفرض بقى ان احنا عايزين في الشركة بتاعتنا نعرف الاشخاص اللي مرتباتهم تفوق ال900 جنيه، كويس، فمحتاجين نعمل ايه، حاجة اسمها كونديشنال فورماتنج، ان انا بلمحة واحدة اعرف الرقم ده فوق ال900 ولا تحت ال900، فاقوم جاي ضاغط على الرقم ده، تمام، واعمله كونديشنال فورماتنج، اللي هو بيجي منين؟ من قائمة فورمات كونديشنال فورماتنج، بقول له نسقه لي تنسيق معين على اساس القيمة بتاعته، فهو بيقول لي الفاليو بتاعته لو اكبر من، انت طبعا عندك بتوين يعني ما بين رقمين، او نوت بتوين مش ما بين الرقمين دولت، او بتساوي الرقم ده بالتحديد او لا تساوي، او اكبر من او اصغر من او كذا، قدام كل الخيارات ديت اكبر من واصغر من وبيساوي، اقول له انها اكبر من كام؟ 900، كويس. نسقولي بتنسيق ان الراجل ده مرتبه كبير، فعلمني عليه علامة مميزة ان الراجل ده، اعمل لي عليه مثلا لونه بالاحمر، كويس، تمام. فلو في شهر من الشهور مرتب احمد تجاوز ال900 جنيه، انا هعرف من لمحة عين، بدل ما كنت اعرف ان انا امسك ال1000 موظف عدي عليهم واحد واحد، لا ده انا بمجرد النظر بعرف بايه، من الالوان الحمراء اللي لونه احمر يبقى ايه، تجاوز ال 900 جنيه. اوكي. طيب فرضنا ان احمد محققش الشرط ده، وجيه هنا ومرتبه بقى 500 جنيه اساسي لسبب من الاسباب، هلاقي ان ايه؟ ان اللون ما اتطبقش عليه. يبقى اكسل ايه؟ بيفهم وبتعلمه انت شرط معين، يقوم هو مطبق لك الشرط ده على الناس كلها، وتشوف انت الموضوع زي ما قلنا وزي ما ايه شفنا كده، كويس؟ نفس الفكرة هنعملها لو كانت درجات طلبة، هنيجي هنا برضو ونعمل نفس الحاجات اللي احنا عملناها، بس هنقول ان ده لو خدنا نفس اسامي الناس ديت، كويس، عشان احنا نسمي نفسنا، ممكن نسمي بقى هنا عبد الرحمن مثلا، ده فصل عبد الرحمن، وبعدين تحتيه اسماء وكريم ومحمد، دي اسماء طلبة في فصل مثلا، كويس، تمام. والحاجات دي هنخليها بقى عربي، حساب، دراسات، نفس الفكرة بالظبط، كويس، انجليزي مثلا، تمام، مثلا، كويس. الحاجات دي كلها طبعا زي ما احنا عارفين ما عادش لها قيمة دلوقتي، فلازم اعمل لها ايه، كلير، اديت، كلير، مسحتها كلها، كويس، تمام. ادخل بقى درجة العربي ده 50، اللي تحته 30، اللي تحته مش عارف 21، اللي فوقه 85، اي ارقام عشوائية، كويس، تمام. وهنا كذلك وكذلك الراجل ده، كمثال طبعا، بس عامل السرعة مخليني متسربع، انا كنت الحقيقة حضرت ملف في الحاجات دي كلها، بس للأسف ما تسيفش، يعني نتيجة غلطة معينة ما تسيفش معايا الملف، وايه، وطار كل الداتا اللي انا كنت مجهزها الحلقة دي، فبرضه قلت بدل ما ايه، بدل ما اكسل واجلها، نعمل زي ما قلنا، خلاص. طبعا الموضوع ده ما ينفعنيش دلوقتي، زي ما قلنا هتقوم عامل له ايه، مش كلير بس، لا مش ديت بس، لا كلير بقى كمان، وبعدين اقوم معلم على الارقام دي كلها، واجيب مجموع الحاج ده اهو، بدي مجموع 131، طبعا تنسيقه عايزه يبقى زيهم كده، تنسيقه يبقى زيهم، كويس، تمام. وبعدين اقوم عامل له كده، واقوم نازل تك 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 تك،
يبقى جبت مجموع هؤلاء الطلبة ثانية واحدة، مجموع مدرسة واحدة بيتوقف على شدة ماوس مني، أقف بالماوس وأشد كده أهو تك، يبقى أنا جبت كل مجموع. طبعا الناس اللي تحت دي مني خانة فاضية، فإداني مجموع صفر 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 صفر. كويس؟ تمام. عرفنا دلوقتي استخدامات كتير جدا وعديدة جدا للبرنامج ومفيدة للغاية. كويس أوي. في أمر بقى في البرنامج مفيد جدا، وهو إن أنا وأنا بعمل مدرسة وأنا بعمل كشف في المدرسة بحط أسامي الألف طالب دولت ورا بعض. كويس؟ فبيبقوا قايمة بالنسبة لي، بيبقوا لستة، لستة ثابتة، أو الألف موظف لسه ثابتة، يعني هم هم كل الناس أنا هعمل، هم هم نفس الناس أنا هعمل لهم كل شهر. هتقولي طب افرض واحد اتفصل، سهلة يا عم هنشيله، بس مش هقعد أكتب في الألف كلهم. لا يعني ممكن لما الألف يبقوا جاهزين عندي وأنا أشيل واحد، ده أسهل من لما أقعد أكتبهم كلهم. تمام؟ ففي حاجة في البرنامج اسمها كرييت ليست، إن أنا بعلم على نطاق معين أقول له اعمل لي دي ليست، وأخش جوه قائمة الداتا أقول له ليست، أقول له إيه كرييت ليست، هيقول لي النطاق ده، أقول له أوكي. تمام؟ يبقى دولت اتعملوا ايه؟ اتعملوا بالنسبة لي ايه؟ ليست. كويس؟ الموضوع ده بيعمل لي كريت ليست، بيعمل لي الحاجة اللي اسمها سورت، اللي هو ايه؟ لما بيجي يظهرهم بقدر بقى اظهرهم اقول اهو. خلاص؟ تمام؟ يبقى هو عامل لي كده ايه؟ قايمة فيها الليست. كمان ممكن اعمل لدولت حاجة تانية اسمها سورت، ان انا اصنفهم. ممكن اخليهم مثلا طبقا للعربي او طبقا للحساب او طبقا للبتاع، اشوف الناس دي. تمام؟ اسهل حاجه طبعا طبقا للمجموع، اقوم عامل لهم صوت من ascending ولا descending. descending مثلا. اوكي تمام، ما عملش حاجه، في غلطة معينة، انا غلطت هنا لما عملت الليست ديت. الليست ديت محتاجين ان احنا نمسحها. ريسايز ليست، واقوم اعمل له مثلا ليست هنا. كنسل. ما انا كنت بشيلها ازاي؟ ماشي. المهم يعني شفنا الموضوع ده. طبعا طبيعي ان وانت بتشتغل في البرنامج زي ما انا بشتغل كده، طبعا مسحت كل الكلام ده، كنترول زد يرجعه تاني، كنترول زد يرجعني في كلامي تاني، كنترول زد كمان يرجعني كمان، كنترول زد كنترول زد، ده اخرنا في كنترول زد. تمام. طبعا طبيعي وانت بتشتغل في البرنامج يحصل لك ايه؟ مشاكل زي اللي بتحصل معايا دلوقتي، وتلاقي ان حاجات معينه مش مظبوطه وتحتاج ان انت تظبطها بشكل او باخر. ما يهمنيش كل ده، اللي يهمني حاجه واحده بس، هنقوم ماسحين ده كله، ان انت اتعرفت على البرنامج، ان انت شفت الخواص والاوبشنز اللي فيه، انك عرفت اهميه البرنامج. طبعا مش دي كل الخواص والاوبشنز، لسه هنستعرض كمان بعضها، بس انا وريتك فكره سريعه جدا عن ازاي انا ممكن اعمل بشكل مبسط جدا. طبعا انا ما بتكلمش عن عالم الناس المحاسبين، لا انا ممكن يعني اتكلم اكتر واتوسع بالنسبه للمحاسبين، ان هم بيعملوا حاجه اسمها مش عارف دفتر ميزانيه ودفتر الاستاذ وقصص كده. تمام؟ فبيبقى تعاملاتهم وارقامهم ارقام دقيقه وحساباتهم، وبيدخلوا مش عارف ايه، بيلاقوا حاجات جامده جدا. تمام؟ زي ما احنا شفنا وتعرفنا على البرنامج وعرفنا خواصه، مع نفسك بقى انت تبدا تعمل الاكسل. من ناحيه برضه تطبيقات الاكسل اللي انا نسيت اقولها، انت ممكن تعمله كجدول، كجدول شخصي ليك. مثلا واحد معين عايز يلتزم مثلا بجدول معين في المذاكره، فيقوم كاتب الاسامي السبت لحد اثنين، يقوم كاتب الشهور يعني سبت لحد اثنين ثلاثة اربعة خميس زي ما احنا بنكتب هنا، وكاتب هنا ان انا يوم كذا المفروض اذاكر عربي اذاكر حساب بالالوان مثلا او بالاشكال او باي حاجه زي ما انت بتكتبها او بتعمل جدول على بتاع. واحد ممكن عايز يعمل جدول، وده ممكن نبقى نعمله بتفصيل اكتر، ممكن نعمل هنا حاجه اسمها جدول، مثلا جدول المحاسبه اليوميه، ان انا عايز احاسب نفسي مثلا على الصلوات، عايز احاسب نفسي 20، عايز احاسب نفسي على المذاكره 25 مثلا. كويس؟ هاجي هنا اقوم كاتب ايه؟ صلاه الفجر مثلا، صلاه الظهر. ماشي، انا اكتب سريعا اهو الفجر الظهر العصر
المغرب، العشاء، تمام، قراءة قرآن، نص ساعة كل يوم قراءة في كتاب، نص ساعة. شوف هو بيديني الحاجة اللي أنا كتبتها قبل كده، بيقول لي ممكن تعدلها، تمام، ونص ساعة مثلا قراءة أخبار على النت، مش عارف أخبار، مش أخبار، مش عارف ايه، تمام. واجي اقوم حاطط ان هو الايام بقى سبت، حد، اتنين، تلات، السبت، الاحد، الاتنين، التلات، كده، تمام، ماشي. السبت المفروض ان الاكسل فيه الايام والشهور، فانت ممكن من قائمة تولز تيجي ان هوف اوبشنز وتشوف الايام والشهور موجودة فيه ولا لا، كاستوم ليست. انا عندي ليستات اهي، تمام، يبقى دي الشهور، الشهور موجودة فيها ايه، الحد، الاثنين، السبت، الجمعة، تمام، ماشي. فانا المفروض ان انا لو كتبت له السبت وبعديه الاحد، كويس، وجيت عملت له كده اهو، يكمل الشهور زي ما انت عايز. نرجع، خلاص، كويس. محتاج انا بقى اظبط الجدول بتاعي ده اهو، واغير الالوان والاشكال بتاعته، واكبر الخط، واعمل مش عارف ايه عشان الدنيا تبان معايا، تمام، كويس. مثلا يعني كبر زيادة عن اللزوم، تمام، واغير بقى الموضوع ده، واجي اعلم مثلا هنا باللون الاحمر اللي في الخليه، في القصد باللون مثلا الازرق او اللبني ده، ان انا صليت الفجر في اليوم ده. طب ما صليتوش في اليوم ده، يبقى باللون الاحمر، او اكتب ان انا ما صليتوش، او اكتب صح او اكتب غلط، يبقى ايه، اعمل لنفسي جدول عن طريق الوان واشكال. يعني قصدي ان انا ممكن استغل الالوان وممكن استغل الارقام، ادي لنفسي درجات، الفجر ب 10 والظهر ب 10 والعصر ب 10، تمام. ده الناس اللي عايزه تعمل جدول لكده، جدول للمذاكره، جدول لاولادي، تنظيم وقت اولادي، وان هو يوم السبت عنده ميعاد في النادي يروح يلعب مش عارف تنس، ويوم مش عارف ايه يروح يلعب ويجري ويلعب مع اصحابه، ويوم كذا عنده درس فرنساوي، ويوم كذا عنده درس كمبيوتر. يبقى ايه، نظمت انا الموضوع وعملت القصه زي ما انت شايف، تمام، ماشي. انا بضرب امثله عامه، مش امثله واقعيه يعني من حياتنا الحقيقيه. انا بقول ان البرنامج ممكن يبقى له استخدامات كتير، انت ومزاجك بقى وخيالك وتصورك. يعني احنا دلوقتي كاننا بنعرفك ايه الحروف في اللغه العربيه، وبنعرفك ازاي تكون جمله، كويس. انت لو عايز تبقى مؤلف وكاتب وشاعر وناثر وقاص بعد كده، يبقى اتفضل، انت استغل بقى اللغه ديت واستغل الادوات دي. فالبرنامج يا دوبك بيبقى مدخل، ان احنا بنعرفك ايه المدخل للبرنامج والادوات والاوبشنز اللي موجوده فيه، ومش كلها كمان، نعرف اهم الادوات والاوبشنز. فاحنا عرفنا ان البرنامج بيعمل حاجه اسمها اوتو فيل. يعني ايه اوتو فيل؟ يعني بيملى مزاجه، اوتو يعني اوتوماتيك، بيملى اوتوماتيك الارقام. لما انا بكتب له 1 2 3 4 بيعرف ان انا عايز اعد، فبيبدا يعد معايا 1 2 3 4 5 لحد 1000، تمام. بيعمل اوتو فيل كمان للشهور، حاجات هتلاقي موجوده هنا زي ما قلنا في قائمه تول كده، كاستوم ايه بتاع، هتلاقي الايام بالانجليزي، ساندي ماندي، والجانيوري فبريوري، اسمها ايه، الشهور بالانجليزي والشهور بالعربي، والشهور كمان اللي هي شباط واذار ومش عارف ايه، ومارس وافريل، والحاجات اللي هي الايه بالطرق التانية، يعني ان انا اقول تاريخ او حاجة زي كده، تمام. ممكن كمان اعلمه ان هو يحتفظ بالقائمة ديت عنده. لو دخلت هنا جوه تولز، علمت على القائمة بتاعتي جوه تولز، قلت له اوبشنز، وقلت له امبورت، استورد لي ديت، هقول له اد، اضافها، اقول له اوكي. لما اكتب له انا بعد كده الفجر، وتحتيه طبعا الظهر انا كاتبها غلط، فهكتبها غلط زي ما انا كاتبها، كويس، كويس، واقول له بعد كده اوتو فيل، هيكمل بقية الجدول لوحده. يعني انا ممكن اضيف له
قوائم زي ما انا كنت بقول، بس انا جيت اعملها عن طريق جريتا ليست، فجريتا ليست عملت لي سورت في الشويه لما انا غلطت في الحكايه ديت. انا كنت ناسي ان هي بتتعمل من الاوبشنز، ما بتتعملش من جريتا ليست. جريتا ليست عملت لها ايه؟ عملت لها سورت، فبوظت لنا الدنيا. كويس. السورت انك ممكن تقسم الموضوع ده، ان انا ممكن اعمل هنا اهو إيه مثلا 10 اشخاص، تمام، كل 10 اشخاص، 10 اشخاص او 10 كتب ل5 اشخاص، فعايز اجيب كتب فلان فاعمل لها صورة. ممكن نبقى نشوف مثال على كده، ثواني ممكن اسجل مثال واوري لحضرتك. مثلا لو بصينا المثال السريع ده، كتبت انا كل اسم كل طالب والمادة المفضلة بتاعته، كويس، مثلا، وعلمت على البتاع ده وعملت له صورة من قائمة الداتا، عملت له صورة. فالصورة بعمل لهم سورت وفلتر. السورت بيعمل لي ليهم اسمها ايه، انا بس ما عايز الاقي الالفاظ والكلمات المناسبه. السورت بيعمل لي ليهم ترتيب، اللي هو نرتبهم تصاعدي تنازلي، حسب ماده معينه، حسب رقم معين. انا ممكن اسمي مثلا كل واحد ومادته المفضله واشوف ارقامهم، ارقام درجاتهم في الامتحانات مثلا، وارتب حسب درجته في امتحان العربي، درجته في امتحان حساب. وممكن اعمل له فلتر زي ما عملت، عملت حالا صورته فلتر. سيبك بس من الصورت دلوقتي، خلينا في الفلتر. الفلتر بقى ده اللي انا عايز اقول، بس ما كنتش كنت بلخبط منه من الصورت يعني. اضغط من هنا ممكن اجيب ايه، احمد. يبقى انا عرفت الماده اللي بيحبها احمد، كويس. طيب من هنا بقى لو ضغطت هنا، انا عندي هنا عربي بس. طيب لو قلت له قول الاول، تمام، انا عايز اشوف كام واحد بيحب الرياضه، لان انا عندي اكتر من واحد بيحب الرياضه. اقول له الرياضه، يبقى يطلع لي 3 اشخاص. يبقى انا ممكن ارتب على حسب الماده والاشخاص اللي يحبوها، فيطلع لي كذا شخص. ممكن ارتب على حسب الاسم والاسامي، ونفس الشخص لو بيحب اكتر من ماده يطلع لي. فايه ده، بيديني عمليه فلتره للداتا اللي عندي، ان انا ممكن اشوف الموظفين اللي مرتبهم 100 جنيه، والموظفين اللي مرتبهم 1000، والموظفين اللي مرتبهم 10000، عدد الطلبه اللي جابوا 50، عدد الطلبه اللي جابوا 49، عدد الطلبه اللي جابوا 37. كل الحاجات دي بشوفها في ايه، في ثانية واحدة في الاكسل. فده يوضح لك ان البرنامج ضخم جدا وعبقري جدا في مثل هذه البيانات. ولنفرض مثلا مارس ابريل، وكاتبهم زي ما انا كاتبهم كده، مثلا هو ما كاتبهم باللغة اللي هو اللي احنا ماشيين بيها دي، مثلا اي شهور يعني، تمام، واي ارقام. البرنامج ده عبقريته كمان في انه بيقدر يعمل لك ما يسمى بالتشارت. اللي هو ايه التشارت؟ الرسم البياني. انا في ثانيه واحده عندي قيمتين عايز اعمل لهم رسم بياني، اعلم كده اهو، واضغط على علامه الرسم البياني واقول له نيكست. انا عايز اعملهم كولم ولا عايز اعملهم ايه، اختار منها الشكل اللي انا عايزه، اشكال الرسومات البيانيه. ممكن اقول له مثلا خلينا في الابسط حاجه، تمام، واقول له نيكست، واقول له نيكست، واقول له في الاخر ايه، فينش. عمل لي رسمه بيانيه للشهور السنه، ومثلا دخلي في شهور هذه السنه، او مكاسب الشركه، او خسائرها، او مكاسبها، او اي حاجه. يبقى انا عن طريق الاكسل ممكن اجيب 10 20 سنه، كل سنه فيها 12 شهر، اعمل لها رسم بياني، ابص لمستواي، تمام، ابص لمستوى تحصيلي العلمي، ابص لمستوى الكتب اللي انا قريتها، اعمل حصر لاي حاجه، وفي ضغطه زر واحده على الاكسل اعمل التشارت اللي هو ممكن كان ياخد مني عماله بالايد ايام وشهور. الاكسل بيوفر عليا محاسبين، بيوفر عليا موظفين، بيوفر عليا فلوس، بيوفر عليا وقت كبير جدا. حاجات من ديت كانوا بيستغرقوا في عملها عدد ساعات كبير قوي، وايام وشهور بل سنين، دلوقتي في الاكسل اللي ممكن تعملها في زرار واحد وبضغطه واحده. اتعرفنا على البرنامج، شفنا الاشكال والالوان، اسف لان بس الاشكال والالوان ما كانتش مرتبه، بس انا كنت عايز اوريك نماذج. شفنا جدول المحاسبه اليوميه اللي انت ممكن تعمله على الاكسل بالالوان او بالارقام، شفنا جدول المذاكره اللي انت ممكن تعمله كذلك، ما عملتوش يعني، بس قلت زي جدول المحاسبه اليوميه ممكن يتعمل. شفنا ان انت ممكن تستخدمه في الدرجات والعربي والحساب، وتجمع وتطرح وتعمل بيه كل هذه الاستخدامات. طبعا ممكن واحد يقول لي انا ولا استخدام من اللي انت قلتهم او ولا مشروع من ده يتعلق بيه. لا، الفكره مش كده، الفكره ان انا كنت بوريك بس البرنامج عامل كده، عامل ازاي. انما انت ممكن تستخدم الاكسل الاستخدام اللي يريحك، اللي يريحك بقى.
يعني الموضوع يرجع لك انت في الايه، في الاول والاخر خلاص. يبقى الموضوع بتاعك دلوقتي الاكسل بقى بتاعك. فانا قلت لك على الايه التفاصيل، اشهر التفاصيل اللي فيه، شرحت اشهر الحاجات. انت ممكن بقى بالاوبشنز والحاجات اللي موجوده دي تلاقي حاجات. طبعا انسيرت دي يعني ادراج، يعني تضيف حاجه، ممكن تضيف عمود، تضيف صف، تضيف حاجات، حاجات كلها سهله. ديت شرحناها التشارت ازاي تعمل تشارت. كمان في حاجه الفانكشن، فانكشن بقى دي بقى بيخش فيها وتفاصيلها كتير قوي، بس هي في مرحله متقدمه. احنا شرحنا اهم الفانكشنز الموجوده اللي هي داله الجمع وداله المتوسط. في داله اسمها داله اف، اللي هو بتبقى في شرط لو اتحقق، لو مثلا لو اتحقق ان الرقم في الخليه اي واحد بيساوي 100 او اكبر من 100، اجمع لي الخليه بي واحد على الخليه سي واحد وحطهم في قلب الخليه دي واحد. يبقى انا باجي في الخلايا دي واحد اهو، واقول له انسيرت فانكشن، اجي اقول له بقى اف اهي، اقول له لو الرقم في الخليه اي واحد ده اهو كويس، لو اي واحد بتساوي صفر ده الشرط تمام. لو القيمه دي صح اعمل ايه بقى؟ اجمع بي واحد زائد سي واحد تمام. لو القيمة دي غلط اكتب لي كلمة غلط كويس، اقول اوكي تمام. فاجي هنا اقوم حاطط صفر، واجي هنا اقوم قايل واحد واتنين خلاص. يبقى هنا لما لقى ان القيمة هي صفر تمام، لما لقى ان القيمه صفر، لما لقى ان الشرط اتحقق والقيمه صفر، جمع لي الخانه بي واحد والخانه سي واحد تمام. لما ما لقاش ان الشرط اتحقق كتب لي كلمه غلط، يعني في غلطه معينه انت غلطتها. يبقى ده شرط مهم جدا، بيتيح لي بقى عن طريقه ان انا اعمل ديزاين وتصميم لجداول كتير جدا وبامكانيات رهيبه تمام. الفانكشنز اللي موجوده في اكسل بالمئات فانكشنز كتير قوي، ده الموست ريسنتلي يعني الحاجات اللي مستخدمه حديثا فقط تمام. هتلاقي في دوال اول دي، هتلاقي فيها دوال كتير جدا 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 متعلقه بحاجات كتير جدا. هتلاقي في دوال للفاينانشال، الجوانب الماليه، للديت والتايم، للجوانب الاحصائيه، للداتابيز، للتكست، للانفورميشن، كل واحد واستخداماته. وهتلاقي في دوال متعلقه بالمهندسين، دوال متعلقه بالمحاسبين، دوال متعلقه بالاقتصاديين، دوال متعلقه بعلماء الرياضه، كل واحد بيعرف الدوال اللي هو شغال بيه. فالبرنامج بيتيح امكانيه كبيره جدا في الموضوع ده، ان احنا زي ما شفنا قاعده بسيطه جدا زي قاعده اف الشرطيه تتيح لي ان انا اعمل حاجات رهيبه بالبرنامج، لاني بشترط عليه شرط معين بعلمه زي ما انا بحفظ العيال الصغير. لو لقيت الرقم ده اكبر من 100 هتجمع كذا على كذا، طب اقل من 100 لا ده انت تجمع كذا بقى على كذا تمام. فده بيفيدني بقى في المخازن والحسابات واللي زي كده. اقول له لما تلاقي ان مجموع الحاجات اللي مكتوب موجوده في المخزن، او يعني مجموع الصنف ده 10 تمام، يعني وصل ل 10 او اقل من 10، ففي الحاله ديت ايه اعمل لي اكتب لي ان ايه ان الرقم منخفض، او ان انا محتاج توريد كويس. فالشروط دي بتساعدني كتير جدا تمام. انت اتعرفت على استخدامات عامه للبرنامج. انا ما فيش في دماغي امثله لاستخدامات البرنامج غير امثله انا بقول لك عليها دي، اللي هي بتاع المخازن والحسابات ومش عارف ايه تمام. في بس في دماغي امثله هندسيه كتير، بس هتبقى معقده وطويله قوي تمام. ممكن يبقى ممكن اشرح انا مثال مثلا من الهندسه المدنيه، احنا بنصمم كذا ازاي، اي حاجه من الحاجات احنا بنصممها، بس ايه هيبقى طويل وغير مفيد وممل بالنسبه لك تمام. فاحنا بقول لك الفكره الاساسيه، احنا بالكونسبت الاساسي ده وبالمفاهيم الاساسيه ديت، الحاجات البسيطه، الجمع والطرح والضرب والقسمه وقاعده اف والصح والغلط والمش عارف ايه، الحاجات اللي انا قلت عليها ديت بتقدر تعمل بلاوي زرقاء بالبرنامج. هم يعني ايه زي حروف اللغه العربيه 28 حرف يتكتب بيهم الوف الكتب خلاص. فده اكسل 20 30 40 اوبشن خيار، وحاجات من الحاجات اللي انا استعرضتها دول قدامك، الحاجات اللي قدامك والحاجات اللي انت شفتها ديت في الساعه ونص دولت، تقدر تعمل بيهم كل حاجه. فانت اي حاجه بعد كده تطلب منك على الاكسل خش بألف جامد ودور. ايه اللي مطلوب منك دلوقتي بقى؟ انك تكمل تعليمك للبرنامج. انا فتحت قدامك السكه بس تمام، بس ما قلتلكش على كل الخواص الموجوده في البرنامج. انا مسكت الزرار زرار واقول لك ايه خواصه واشرح لك، هياخد وقت كتير جدا وانت هتزهق وانا هتعب
تمام. فالحل الامثل ايه؟ ان انا افتح لك السكه، اعرفك ان ده اكسل، ده بيعمل كذا، بيستخدموا الفلانيين في كذا، واجيب لك امثله واعمل لك تنسيق واعمل لك مش عارف ايه. انت ابدا دور واتعلم. مفيش حد بيشرح لحد برنامج كمبيوتر كامل، مفيش حد في الدنيا بيشرح لحد برنامج كمبيوتر كامل الا البرامج الصغيره، تمام. انما برنامج كبير بحجم الاكسل، الاوبشنز اللي فيه كتير جدا، متعلق بجوانب كتير قوي، تطبيقاته متعدده، ما في حد بيقدر يشرحه كامل. اللي كل الناس بتدي الاساسيات بس. فانا دخلتك جوه الجو بتاع الاكسل، بعد كده انت دور على جوجل، هات كتاب واثنين وثلاثه وفي الاكسل واقراهم فيما يتعلق بتخصصك، اذا كنت محاسب، اذا كنت مهندس، اذا كنت طالب في كليه علوم قسم رياضه، اذا كنت اي حاجه من الحاجات دي. نشوف بقى بقيه الحاجات. طبعا انسرت بيكتشر دي حاجه احنا حافظينها، طبعا انسرت دايجرام دي حاجه احنا حافظينها من الـ يعني حاجه شرحتها في السلسله مره اتنين وتلاته، ان انا ممكن اعمل دايجرام واقول له اوكي واكتب هنا محمد واحمد وابراهيم، او قسم الرياضيات بينقسم الى كذا وكذا وكذا، كليه الهندسه بتنقسم الى كذا وكذا وكذا، الحاجات اللي بتنقسم الى ايه، مجموعه اقسام. ماشي، ممكن اعلم على الليله دي كلها واقول لها ايه، تمام. يبقى انا عملت، عرفت ازاي اعمل تشارت، عرفت ازاي اعمل دايجرام، عرفت ازاي انسرت بيكتشر بصوره عندي على الجهاز، ادخلها جوه البتاع من الفروم فايل، او جايب الصوره ومدخلها مثلا، تمام. ده كمان الموضوع بتاعي كويس، تمام. رمزه معايا من رموز، محتاج رمز اهو، ادور على رموز هنا، انسرت ايه سيمبل، تمام. فورمات زي ما شفنا، اهم حاجه الرو والكول. في الفورمات هنا حاجه مهمه جدا جدا جدا، اللي هي فورمات سيل، ان انا بقف في سيل من خليه من الخلايا واعمل لها فورمات سيل، فبقدر اقول هي الاول الرقم اللي جواها ده ايه، بختار الرقم، فبقول مثلا ان هو تاريخ او ان هو كرنسي، بختار شكله من الاشكال اللي تحت دي كويس. يبقى انا بختار الرقم او الحاجه اللي موجوده جوه تاريخ، يا تكست نص، ولا وقت، ولا تاريخ، ولا فلوس، ولا رقم مجرد، فبختار رقم. طيب رقم السالب يكتب لي بالاحمر ولا يكتب لي علامه سالب بس، انا بختار عدد الحاجات اللي بعد علامة العشرية، 3 4 5 عدد الارقام بعد علامة العشرية، الالاينمنت التنسيق بتاعه. ممكن اكتب على المايل، ممكن اخلي الكلام يتكتب على المايل، ممكن اخلي الكلام يتكتب واقف، تمام. ابدا اغير الحاجات دي، تمام، اعلم على الخلايا اللي انا عايز اعمل كده. ممكن اغير الفونت من هنا، طبعا حافظين الحاجات بتاع الفونت، ممكن اعمل له بوردر، عارفين الحاجات بتاع البوردر، ممكن البوردر يبقى انواع الخطوط قدامي كتير جدا، تمام. ممكن اعمل باترن اللي هي الالوان، وكل الباترن دي مش عاجبني اجيب باترن من تحت اهي، اخلي الشكل الخليه يبقى بالشكل ده، ممكن يبقى بالشكل ده، اشكال كتير جدا. ممكن اعمل لها بروتكشن، ان انا اخفيها، او ان انا اعمل لها لوكد بحيث ان محدش يعرف يعدل فيها. صعدنا اهم الحاجات اللي في البرنامج، طبعا البرنامج مليان حاجات كتير ممكن تشرح، وممكن تاخد منها ساعات وساعات. قائمة اوبشنز فيها حاجات كتير جدا ممكن تدور عليها في الحسابات والايديت والجنرال. وممكن بعد كده ان شاء الله لو قدرنا نعمل شرح مفصل ويستوعب جوانب كتير في الاكسل، نبقى نقدر نقول لكم عليها. طبعا قائمة الداتا بقى ديت بيبقى فيها بلاوي زرقاء، ممكن تعمل منها موضوع الليست زي ما قلت، ممكن تعمل موضوع السورت، ممكن تعمل موضوع الفلتر. اكتر حاجة هتحتاجهم هما السورت والفلتر، السورت علشان ترتب الحاجات تنازلي او تصاعدي حسب الارقام او حسب الحروف او حسب اي حاجة من الحاجات، والفلتر علشان تعوز تختار مثلا احمد وتشوف هو بيحب ايه، محمد وتشوف هو رقمه ايه، او تشوف الناس اللي جايبه 50 والناس اللي جايبه 20 والناس اللي جايبه 70، تعمل لها ايه، فلتره، فلتره على اساس رقم معين، غيره انا مش عايزه، انا عايزه هو بس كويس. صعدنا بنظره شامله وسريعه على البرنامج، وطبعا تحت قائمه دروينج شرحناها في تعلم الوورد بالتفصيل الممل. لو حد عايز اي حاجه من الحاجات اللي احنا تجاوزناها يدور عليها في حلقات اخرى، وكمان في حلقات تانية شرحت الاكسل. ربنا ييسر ان شاء الله، ونستعرض الاكسل بالتفصيل اكتر عن طريق شرحنا الاوفيس 2007، ونبص برضه في اوفيس 2003 معاه. بس انا فضلت ان احنا نعمل الحلقه ديت قبل ما نخش في 2007، فدلوقتي هنخش في 2007 واحنا عندنا خلفيه عن 2003، خلفيه كويسه جدا. والحاجات اللي انا قلتها النهارده هي اغلى الحاجات اللي انت هتقابلها في حياتك عن الاكسل، غير لو كنت محاسب او لو كنت مهندس هتحتاج شويه 4 5 10 حاجات كمان بس هتعرفهم وكده. شكرا، يبقى انت عرفت كده كل الاكسل اللي انت محتاجه في حياتك. لو تخصصت بقى في الاكسل، لا هتمسكهم قايمه قايمه وتعرف الحاجات، بس الحاجات اللي انا قلتها لك ديت هي الحاجات الاساسيه. اوكي،
كور ده يعني جوهر او لب الشجره، لب الشجره. احنا مسكنا دلوقتي جذع الشجره، عملنا الاساس الكويس اللي انت تقدر تكمل عليه بعدين. نرجع بقى لموضوعنا. زي ما كنت بقول ان احنا ممكن بعد كده نبقى نفصل اكتر في 2007 و2003 مع بعض، يبقى نعمل ايه زي مقارنه ما بينهم، ونعمل ان الحاجات اللي نحتاجها في 2007 اللي مش موجوده في 2007 او اللي في 2007 بشكل جديد نشوفها في 2003 كان شكلها القديم ايه، ونعرف انهي الانسب بالنسبه ليا وليك. شكرا جزيلا لحسن السماع، وارجو ان انا اكون افدت حضراتكم بتعرفنا على برنامج الاكسل. طبعا عندي كلام كتير جدا كنت عاوز اقوله، بس طبعا الوقت سرقنا كالعادة وما حسيتش بنفسي ولقيت الساعة عدت او الساعة ونص عدوا. فشكرا جزيلا، وارجو انكم تعذروني، وتعذروني بالذات في الحلقة دي لان كنت محضر شوية ملفات، بس للأسف وانا بسيفها ما تسيفتش، يعني قلت له نو ما تسيفش، فطبعا كل اللي انا عملته طار. فأرجو ان انتوا تعذروني. شكرا لكم على استماعكم، وارجو ان تكون السلسله مفيده ومهمه وذات جدوى بالنسبه لحضراتكم. لو في اي حاجات بقى تفصيليه في الاكسل او حاجه زي كده عايز تسال عليها، انا مثلا ممكن نبقى نعمل حلقه مثلا للدوال في الاكسل، نشرح اهم 10 20 50 دال مثلا، للي مش عارف ايه نشرح شويه حاجات. تمام، يبقى ايه بعد كده بعد ما خدنا النظره العامه على الاكسل ناخد الحلقه ديت نفصل بعد كده في الاكسل على اساس هذه الحلقه. تمام، لو حضراتكم ليكم طلب او اي استفسار فيما يتعلق بالاكسل برضو معاكم الرقم تليفون الموبايل الجديد 0175627296، والايميل والمدونة كمان اللي عايز يكمل باقي الحلقات. شكرا لكم، شكرا جزيلا على السماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسف جدا على الاطالة، ارجو ان السلسلة تكون مفيدة وجيدة بالنسبة لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.